تم اليوم بالرباط انتخاب نزار بركة أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغر الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب. وجاء انتخاب نزار بركة بعد أن حصل على 924 صوتا مقابل 230 صوتا لمنافسه حميد شباط من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني الذي يتكون من 1283 عضوا. واتسم السباق نحو منصب الأمين العام بمنافسة حادة واستقطاب غير مسبوق زلق في بعض الأحيان إلى مواجهات بين أنصار أجنحة في الحزب. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بوخبزة. أهلا بك أستاذ العمراني بوخبزة. أهلا بكم. بعد كل هذا المسلسل من الشد والجذب، كيف تقرأ فوز نزار بركة؟ وربما أن كانت هناك الكثير من محاولات لعدم الوصول إلى لحظة التصويت لثاني شباط من عدم الدخول في منافسة نزار بركة، ولكن ربما أن هناك ربما بعض المعطيات التي كانت واردة تعطي بعض الأمل لشباط لإمكانية العودة لأمانة العامة للحزب، ولكن في آخر المطاف أن النتيجة هي التي يمكن أن نقوم بقراءتها، لأن الفارق كان كبير وكبير جدا، على اعتبار أن قوة شباط كانت مرتبطة بمسكه بالهياكل التنظيمية للحزب، وأنه استطاع خلال ولايته أن يضع أناس قريبون منه في المفتشيات الجهوية وكذلك باقي الهياكل وخاصة النقابة. ولكن ربما بعد التحولات التي وقعت في آخر المطاف، خاصة انقلاب بعض الوجوه التي كانت محسوبة على تيار شباط، انقلابها عليه جعل الأمور تتجه نحو نتيجة كاسحة لنزار بركة في مواجهة شباط. إذن بالنسبة إلينا لم يكن هناك شك في كون أن نزار بركة هو الذي سيتولى الأمانة العامة، ولكن النتيجة هي التي ستطرح الكثير من علامات الاستفهام. الكثير من علامات الاستفهام، عذرا على المقاطعة أستاذ. شاهدنا طيلة أيام العديد من المناوشات، وربما كان كل ذلك يعطي الانطباع بأن حظوظ المرشحين للأمانة العامة متقاربة، فإذا بالفارق اليوم يصل إلى نحو 700 صوت أو تقريبا من ذلك. نعم، هذا هي النقطة التي ستثير الكثير كما قلنا من علامات الاستفهام، وتحتاج إلى تفكيك. لماذا لأن في ظرف أسبوع ليس أكثر كانت موازين القوى متقاربة إلى حد كبير، وكانت الاتجاهات تقول بأن كل الحظوظ قائمة للمرشحين معا، ولكن ما وقع خلال هذا الأسبوع يعطينا الانطباع بأن الاستمالة بالنسبة للفعل الحزبي هي استمالة تقع بالاعتبارات قد تكون بسيطة وبسيطة جدا، بمعنى أننا لسنا أمام تيارات مرتبطة بقناعات خاضعة لفهم ولأفكار ولتصورات ولمشاريع تتنافس، بقدر ما أن الولاءات هي مرتبطة بالأشخاص وما سيقدمه هذا الشخص أو ذاك من غنائم. فبالتالي أن الآن ربما أننا هل بهذا المنطق جرت العملية؟ بمنطق الأشخاص، بمنطق الغنائم؟ بالفعل لماذا؟ لأن انقلاب ما كان يسمى بالتيار الثالث أو البديل الثالث الذي طرح نفسه ويتشكل من موالون قريبون جدا من شباط إلى عهد قريب، وأكثر من ذلك أنهم هم الذين يوجهون حتى اختيارات شباط في لحظة من اللحظات انفرق عنه الجمع، وهذا يدل على أن الولاءات غير قائمة على ما هو فكري كما قلت وما هو إيديولوجي وما هو قناعات، بقدر ما أنها مرتبطة بمسائل براغماتية مصلحية، غالبا أنها ستكون مرتبطة بالمواقع داخل المكتب التنفيذي، لأننا يجب أن ننتظر النتائج
انتخاب اهم مؤسسه داخل حزب الاستقلال وهو المجلس التنفيذي، وهات اللجنه التنفيذيه للحزب. تفضل استاذ. نعم. تفضل استاذ. على اعتبار ان هذه اللجنه هي التي ستبين لنا ما هي نوعيه التنازلات التي قدمتها التيارات الثلاث، لاننا نتحدث عن تيار ولد الرشيد بركه، ثم التيار الثالث او الذي طرح نفسه كتيار ثالث، ثم تيار شباب. في التموقع داخل اللجنه التنفيذيه التي ستعطينا ما هي نوعيه التنازلات التي تمت، هل ستكون نوعيه هناك نوع من المحاصصه مثلا ما بين التيارات الثلاث، ام ان استحواذ نزار بركه على ازيد من 900 صوت من المصوتين على الامين العام ستبين هذا الاتجاه وهذا المنحى حتى على مستوى تشكيلة اللجنة التنفيذية أم لا؟ أنت تحدثت دكتور بخبزة، تحدثت عن مسألة الولاءات، مسألة تأثير كاريزمات الأشخاص، مسألة المحاصصة والغنائم إلى غير ذلك، وبدي أن أسألك المشروع السياسي اليوم الذي ربما سيحدد تموقع حزب الاستقلال، على الأقل بما أنه لم تبدو علامات ومؤشرات عن ذلك أثناء المنافسة الانتخابية ما بين المرشحين للأمانة العامة اليوم، كيف يبدو لك توجه حزب الاستقلال وتموقعه في المشهد السياسي؟ وهذا من بين المفارقات. لماذا؟ لأن تلاحظون أن في الأسبوع الفارط عند انعقاد الأيام الأولى من المؤتمر تم التصويت بالإجماع على أوراق المؤتمر، وهي مرتبطة بما هو سياسي، وتم تأجيل أو عدم الاتفاق على نقطة واحدة وهي المتعلقة بانتخاب الأمين العام. هذا يعني أن الحزب أو مناضلي الحزب لم يعد بالنسبة إليهم أمر الاختيارات السياسية والمواقف السياسية تأخذ ذلك الحجم الذي من المفروض أن يكون عليه الحزب السياسي، وأصبح الاهتمام فقط مرتبط بالمقاعد وبالمواقع داخل الحزب. للأسف الشديد نحن نتحدث عن حزب يعتبر رقم أساسي في المشهد الحزبي في المغرب وفي المشهد السياسي. عفوا سأطرح سؤال عليك في هذه النقطة تحديدا، بداية هل مرحلة حميد شباط من الناحية السياسية انتهت؟ وربما هي ليست مرحلة شباط التي نتحدث عنها، كان هناك نقاش عن طي صفحة خاصة بتيار برز على مستوى الحياة السياسية المغربية موسوم بما وصف بالشعبوية، وهو عم أربعة أحزاب أساسية. فبالتالي أن هذه المرحلة ربما أننا نلاحظ أن هناك رغبة وإرادة في طي هذه المرحلة والانتقال لفترة جديدة تعود بنا إلى نوع آخر من الخطاب السياسي الذي اشتقناه كثيرا، خطاب سياسي قائم على المسؤولية السياسية في اختيار نوعية الخطاب والمصطلحات والمواقف. وأنت تحدثت ربما عن تشخيصك في بداية هذه المداخلة عن الكيفية التي ربما والشروط التي جرى فيها هذا المؤتمر، ربما عن عمق التحاليل، عن عمق الأوراق، عن ربما لنقول نوعية المناضلين أيضا. برأيك هل حزب الاستقلال اليوم هو موحد، هو قادر على أن ربما يدافع عن حيزه السياسي في المجال السياسي اليوم؟ يجب أن لا نبخس حزب الاستقلال لأنه من أقدم الأحزاب في المغرب مرة، ونحن نعلم أن الحياة السياسية في المغرب خاصة مرحلة الصراع على السلطة حزب الاستقلال كان فاعلا أساسيا، مر من امتحانات كبيرة وكبيرة جدا. المحطة الوحيدة التي كان فيها الانشقاق وهي محطة 59 بعد خروج حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أي التيار اليساري داخل حزب الاستقلال. ما بعد ذلك كان هناك تدبير لمسألة الاختلاف، وكان الحزب دائما يخرج منتصرا. أستاذ العمراني بخمسة لو سمحت، هذا المحطة تقوي حزب الاستقلال أم تضعفه؟ لا وبالفعل هي تقويه، والدليل على ذلك هو أن تيار لاهواد الذي كان مرتبطا ب 2011 أنه لم يخرج من الحزب، وأن ربما أننا الآن في وضعية جديدة وهو أننا نحاول أن نغير من تلك النظرة التي كانت
تاريخيا عن حزب الاستقلال كحزب فاسي البرجوازية الفاسية إلى حزب يحاول ما أمكن أن يتموقع الآن بفعل التغيرات التي وقعت في موازين القوى داخل المغرب. هل مهمة نزار البركة في الحزب اليوم ميسرة أم ينبغي انتظار تشكيلة اللجنة التنفيذية؟ هو لذلك قلت في البداية كيف كانت، هل ستكون هناك محاصصة أم أن تشكيلة المكتب التنفيذي أنها ستكون انعكاس لنتيجة انتخاب الأمين العام، وهناك فرق. وهذا يعني ولكن في جميع الحالات إذا أخذنا بكلام نزار بركة الذي قال في تدوينته أنه يعد بصفحة جديدة بالنسبة لحزب الاستقلال الذي ربما أقول أنه خسر كثيرا من 2011 إلى الآن، خسر الاختيارات في بعض المناسبات وكانت غالبيتها خاسرة سياسيا. شكرا لك الأستاذ محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، حدثتنا عن انتخاب نزار بركة أميرا عاما لحزب الاستقلال، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام.